بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نبدأ الشابتر 3 ريجيد باديز. شوف الليكتشر 3-1، هذا الليكتشر الشوفي الانترودكشن انترنال اند اكسترنال فورسز برنسبل اوف ترانسميسيبلتي. هنا التعامل مع البادي الأجسام على أساس أنها بارتيكلز أو سنجل بارتيكل، يعني جسيمات صغيرة، هذا ما هو دائما ممكن. يقول لأنه هنا بصفة عامة الحجم، حجم البادي ونقطة تأثير القوة الموجودة فيه، هذا في بعض يجب أنه يؤخذ بالاعتبار. يقول لك هنا most bodies، أغلب البوديز الموجودة في الالمنتري ماشينز، يعني في الماكينات وخلافه، هذه يفترض أنها rigid body، بحيث أنه إذا فيها deformation فيكون قليل وما يأثر نهائياً على ظروف التوازن أو الحركة. في هذا الشابتر حنوضح ايش الافكت اوف فورسز اكزيرتد اون ا ريجيد بادي، تاثير القوى على ريجيد بادي، وكيف ممكن نستعيض عنها ب كيف ممكن نستعيض على السيستم اوف فورس ب سمبلر اكويفالنت سيستم، يعني بنظام مكافئ ويكون سمبل، يعني بسيط. حنشوف من اجل ذلك حناخذ المومنت العزوم عند نقطه أو العزوم اللي هي ناتجة عن مزدوجة قوى. لكن أولاً حنشوف الانترنال والاكسترنال فورسز. يقول لك إن الفورسز acting on a rigid body، القوى المثرة على rigid body، أنها تنقسم إلى قسمين internal واكسترنال. المثال على الانترنال موجود عندي هنا، لاحظ في عندي البادي البار هذا اللي هو بي إي والبار سي إف، هذول يلتقوا عند النقطة إي. إذا في هنا قوة هي اللي ماسكة بين الاثنين. هذه القوة ما هي external، هذه القوة internal force. بالنسبة للإكسترنال مثال عليها، لاحظ هذه السيارة في شباب قاعدين يسحبوها بهذا السلك، فالقوة هنا تعتبر external force، وهي اللي هي حنركز عليها في هذا الشابتر إن شاء الله. السيارة كانت عندنا من شوية ودنا نسوي عليها free body diagram، في عليها external forces اللي هو الرياكشن هنا والweights واللي هي قوة الدفع الموجود عندنا هي الاف، وكلها external forces. Principle of transmissibility، مبدأ انتقالية هنا، يتحقق إذا كان condition of equilibrium والموشن، يعني ظروف التوازن والحركة، هذه لا تتأثر بنقل القوة لكن along its line of action، يعني هذا الخط المتقطع الموجود عندي هنا هذا هو line of action تبع force F. إذا نقلت القوة هذه على أي نقطة من هذا الخط فتظل تعتبر دائما هنا مبدأ transmissibility متحقق، بحيث أنها تعتبر كلها equivalent force، بحيث أنه يقول لك أنه الـ F والـ F prime غيرت النقطة من هنا إلى هنا لكنها تظل دائما متكافئة. مثال لاحظ هنا يقول لك أنه الـ force F هذه كانت موجودة عندي هنا لقدام، إذا نقلتها لكن إذا التزمت بـ اللي هو line of action وجبتها لورا زي ما هو موجود عندي هنا، فتعتبر هذه نفس الشيء ما يتغير نهائيا أي شيء في هذه السيارة، كانت سحب أو دفع.